عمرك سألت نفسك سؤال ليه الناس بتتعب من طاقة الشغل ونفسها تبعد عنه؟ ليه موظفك بيصحى من النوم مهموم وملوش نفس اصلا يروح الشغل؟ طب ازاي انا كمدير اكون مصدر الهام بدل ما اكون مصدر توتر وقلق لكل التيم اللي شغال معايا؟ الحل مضمون وبسيط وسهل، بس ركز معايا شويتين. خلي الناس تفرح بجد لما تعدي عليهم وتسلم وتطمن على احوالهم مش على احوال الشغل بس. خلي الناس تبعتلك معايدة في الاعياد او المناسبات، ما تبقاش تقضي واجب وخلاص، خليها تبقى طلعة من قلبهم. شجع الناس على الابتكار والتجربة من غير الخوف من الفشل. خليهم يقدموا افكار وهم حاسين ومتأكدين ان كلامهم هيتقرى وكمان هيتسمع وممكن يتنفذ. ما تقفلش على نفسك وتحط حواجز شفافة بينك وبين التيم بتاعك. الناس دي هي اللي هتعليك، ومن مصلحتك انت ان هم يحبوك، علشان الناس دي هي اللي هتديلك الشغل بكواليتي عالي تتشرف بيه قدام مديرين. الكلمة الطيبة صدقة. خد بالك لو اتأخروا معاك في الشغل، طبطب عليهم وقول لهم الله يعينكم، معلش فترة وهتعدي. الكلام مش بفلوس والله، بس تأثيره على الناس احسن ما تديهم فلوس الدنيا. الابداع علشان تبقى عارف المرحلة اللي بتيجي بعد انتهاء كافة المهام بتاعت الشغل بتاعه. وعلشان توصل لمرحلة الابداع دي لازم الموظف يحس بالثقة والدعم والامان. وعمرك ما هتشوف مرحلة الابداع دي ابدا طول ما انت حطه تحت ضغط وانتقاد مستمر. شجع رجالتك ان هم يكون عندهم توازن بين الحياة الشخصية والشغل. لما الحياة الشخصية هتبقى مظبوطة هتشوف منه احلى اداء. بلاش تكون بخيل في التقدير. كلمة شغل او كلمة تحفيز ايجابية هتخلي الموظف بتاعك يحفر في الصخرة علشانك مش علشان الشغل. لازم تبقى عارف وانت بتتعامل مع التيم بتاعك ان الناس فعلا تعبانة نفسيا وماديا واجتماعيا، ما تزودش عليها. انك تكون مدير ناجح معناه ان انت تقدر تبني قلوب ونفسيات مش ارقام وانجازات. إنسانيتك مع الناس هي اللي هتخليهم يطلعوا الإبداع اللي عندهم. أما لو في لحظة بس نسيت إن أنت بتتعامل مع بشر، فهتخسر كل حاجة حتى لو الأرقام بتقول عكس كده. فكر كويس، عايز تكون ذكرى جميلة في حياة موظفينك ولا مجرد اسم من الأسماء اللي مروا عليهم وما استفادوش منهم أي حاجة؟